لسبب، اصعب حاجه، ما هو لسبب عايز اصعب حاجه ان انا اقدم يعني ايه دعاء للسلام. بانتوماين، بانتوماين قدمته ازاي؟ قعدت حوالي 3 سنين اتدرب وافكر علشان اعملها ازاي. عارف فيلم الحرب والسلام؟ طبعا. عملته في 11 دقيقة. عملت يعني هو ايه البانتومايم ما تتحكيش، انما دي كانت تتحكي ليه؟ لان ايه ببين الانسان في الدنيا عايش جميل بيزرع بيحصد، مراته ولاده بياخدهم بيحضنهم عايش وياهم، بتقوم حرب بياخدوه من ولاده من عملت كل ده بالبانتوماين؟ كل ده بالبانتوماين من غير حد، انا لوحدي. بياخدوه من مراته وولاده، يلبسوه يدربوه يخش الحرب يموت. وعملت الحرب كمان؟ اوه وضربوا وناس تقع وناس تموت وناس تموت. انا اتمنى الاقيها في المكتبه ونعرضها لانها حاجه هي موجوده في الاوبرا. فلغايه ما بينتصر بيرفع العلم بيحطوا له الوسام، فبياخد الوسام فرحان بالعلم مبسوط، بيرجع بيته يلاقي بيته مهدوم، يلاقي ولاده ميتين، مراته ميتة، يشيل ابنه يقفله عينيه يقفله ويقف يقول ليه حاربنا؟ ليه نموت بعضنا؟ ده احنا لينا رب واحد واحنا اخوات ومع بعض، ليه ما نتجمعش كلنا ونحب بعضنا ونعيش مع بعض في سلام؟ يلا نصلي للسلام، واعمل الصلوات الثلاثه بالبانتوماين. دي خدت عليها جوائز بقى ايه في الاتحاد السوفيتي، سويسرا، الهند، استراليا، يعني المانيا. لا لا فنان عظيم يعني بالتاكيد. الواحد لما بيقعد معاك بيعرف ان مش كل الفنون اللي احنا بنحبها بس هي المهمة، في فنون أكثر أهمية يمكن إحنا كإعلام حتى ما سلطناش الضوء عليها، وده تقصير من عندنا. عشان كده وجودك معايا النهاردة في حد ذاته ده أنا بتعلم منك. الله يخليك. طب بس أنا هتنقل معاك بقى النقطة الثانية. أنا كنت عايز أكمل بس حكاية الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي لما رحت زي ما قلت لك إن أنا عملت لهم فقرة بانتومايم، قالوا ده ما ينفعش يروح، ده إذا علمناه هيبقى كده، يعني اللي بيعمله ده يا ريت يعمله بعد ما نعلمه. أنا كنت 10 سنين بعمل تدريبات، فقالوا لا 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 ارجع. رحت الأوتيل اتجنيت، رحت داخل أوضتي وقافل على نفسي، قلت لهم حمري حل. اتكلمت في التليفون، كان مراد غالب هو سافرنا في روسيا، فاتكلمت السفارة قلت لهم انا، هم كلموني الاول قالوا لي انت قافل على نفسك وهترمي نفسك وبتاع، لا لازم عيب وبتاع، وقلت لهم لا يمكن. كنت هتنتحر؟ قلت لهم هفتح الشباك وارمي نفسي اذا حد جه جنب الباب، مش عايز اكل ولا اشرب ولا اي حاجه. فكلمني مراد غالب قال لي طب انا هاجي لك، قلت له هتقول لي روح، قال لي لا انا هكلمهم وهشوف. ففعلا كلمهم وجالي، فقال لي مبروك، قلت له هقعد، قال لي لا هتروح اذربيجان، في هناك معهد لتخريج مخرج البانتومايم، تخرج عروض البانتومايم، ده في تمثيل والاخراج بتاع البانتومايم وتاليف البانتومايم، هتاخد كل ده في معهد لمده 9 شهور، انما التاني كان هيقعدوك 4 سنين، انما انت كويس تعمل، قالوا بتعمل بانتومايم كويس، فايه رايك؟ قلت له اوكي، وودوني اذربيجان واتعلمت. وبقى عندنا فنان مصري عالمي في البانتومايم.